هذه الهدف، وشكر خاص ليه لأنه فعلا بذل واحد المجهود. حنا تنتواجدوا في هذا الصباح في إحدى القاعات بحي السويسي، وفي إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة سابقا مع المديرية بالهيئة الوطنية لعود المغرب والمديرية العامة للأمن الوطني. وهي هذه يعني هذه الاتفاقيه ستمكن السيده والساده العدول من تجويد خدمات التوثيق العدلي عبر الاطلاع على البيانات الشخصيه للمرتفقين بواسطه البطاقه الوطنيه، وكذلك سنعمل قريبا على تجهيز كافه مكاتب السيده والساده العدول بواحد الجهاز الكتروني اللي هو سيمكننا من هذا الهدف. ولا يفوتني ان اشكر السيد المدير العام للامن الوطني السي عبد اللطيف الحموشي على التعاون معنا وعلى يعني الاستجابه لطلبنا، والهدف ديالنا كله هو انه يعني تقديم واحد الخدمه فضله وتكريس الامن التوثيقي والتعاقدي كما ذكرت، وكذلك الحفاظ على حقوق المواطن والمواطنات. مما لا شك فيه انه يعني هذا ما نطمح اليه جميعا، وفي ظل القياده الرشيده لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. الحفل اليوم هو حفل تفعيل الاتفاقيه الموقعه في تاريخ سابق بين الهيئة الوطنية لعدول المغرب والإدارة العامة للأمن الوطني بخصوص تمكين سائر العدول من الدخول لبيانات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني في إطار تجويد الخدمات التوثيقية وتعزيز الضمانات الحمائية التي يتطلبها الأمن التعاقدي، الأمن التوثيقي، الأمن العقاري، وأيضا الأمن الحمائي للسادة العدول، لا سيما أمام تطور الوسائل لدى الجهات التي تستعمل التكنولوجيا من أجل النصب والاحتيال والسطو على العقارات الغير. هذه الاتفاقية جاءت بعد عمل مشترك بين الإدارة العامة للأمن الوطني والهيئة الوطنية حتى توجت بهذه الاتفاقية في إطار انفتاح الهيئة الوطنية على الإدارات المختلفة، الإدارات العمومية المختلفة، تعزيزا للبعد التشاركي وأيضا للاستفادة من الخدمات وأيضا للتواصل والانفتاح على هذه الإدارات ومنها الإدارة العامة للأمن الوطني. هذه الاتفاقية ينتظر منها الشيء الكثير، والهيئة الوطنية بعدما سلكت مسلك الاعتماد الرقمنة في العمل التوثيقي من خلال التعامل مع الإدارات الضرائب مثلا فيما يتعلق بالتسجيل والتصريح وغير ذلك، وايضا بالنسبه للمحافظه العقاريه، وحاليا مع الاداره العامه للامن الوطني. الهيئه الوطنيه تعتبر ان تطوير المهنه شيء اساسي، ايضا تجويد وسائل العمل وادوات العمل وتطويرها شيء مطلوب، والهيئه الوطنيه في هذا الاطار تريد فعلا ان يكون السادة العدول منخرطين بكل فعاليه ومسؤوليه ونجاعه في مخطط الرقمنة الذي تبنته الدولة المغربية.